في مسقط رأسها ببلدة هلال على الساحل الشرقي لتونس، احتشد المشجعون في مقهى بمدينة سوسة لمشاهدة مباراة التنس بين ابنة بلدهم أنس جابر ومنافستها القزاخستانية إيلينا ريباكينا. وعلى الرغم من فوزها في المجموعة الأولى قبل أن تبدأ منافستها إيلينا ريباكينا في السيطرة بتسديداتها القوية والدقيقة، هزمت الأخيرة أنس وأصبحت إيلينا أول لاعبة تنس من كازاخستان تحصل على لقب ويمبلدون. جري الخسارة متاع أنس اليوم ومش نقعدوا ديما معاها، وديجا برشا عبيد معناها ما كانش تفهم جملة في التنس، وتوك تشوف العبد الكل وفروخ صغار وكل شيء، ونتصور مشي مشي ترينو تينيس ودخلت ثقافة التينيس في تونس اللي كانت مش موجودة، خاطر الناس الكل مستنسين بالفوت مش مستنسة تعب قهوة في طرح تينيس. هك تشوف اليوم وعيد وكل شيء على طرح تينيس الناس كل قاعد. وبين الشعور بالحزن لخسارة أنس والفخر لوصولها إلى نهائيات بطولة ويمبلدون، عبر المشجعون عن مشاعرهم، كما قالوا إن صعود أنس في رياضة التنس فتح فرصا جديدة ووسع الاهتمام بهذه الرياضة في أنحاء تونس. وأنس جابر المصنفة الثانية عالميا في سعيها لتصبح أول امرأة عربية وإفريقية تفوز بإحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، وهي من مواليد 28 آب أغسطس عام 1994 في قصر هلال في تونس، كما ويلقبها أنصارها باسم وزيرة السعادة، وهي لاعبة تنس تونسية محترفة تحتل حاليا المرتبة الثانية عالميا في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 27 من حزيران يونيو 2022.